تعال شو خالي؟ وين رايح لي هيك لأحمل دستور؟ لوين رايح؟ والله طالع يا خالي مع رفقاتي مشوار. اوه مشوار مع رفقاتك وهيك لأحمل دستور وكأني ما في حدا حامل هيك حمالك وطالع؟ اي ما في روحة، بعدين مين رفقاتك الصاعين ولا؟ يلا عرفتك ولا؟ جايك رح اقول لك ليش ممنوع. خلص خالي ما بدي تقول لي ليش ممنوع خلص. ايوه لا ما الشعب ما بيجي بصر مويه. خالي هلا كنت من شوي بالصالون كيف جيت لهون؟ شو انت جني؟ جني ايه انا ما قلت لك ما اطلع من البيت؟ تعمل لي فيها حركات وما حركات؟ خلص خالي والله ما بقى بطلع. اكيد ما بقى تطلع لاني انا بدي كسره ولا اجريك هلا. رحت ساعدني لك بدي اطلع مع رفقاتي وهذا خالي ما عم يخليني روح. قعد لي على الكنبايه اللي بالمرصاد كل ما بدي اطلع اروح على بدي اطلع بيمسكني وبيقتلني قتله. اخ لقيتها انا عندي فكره الحقني لك بالبيت راصد لك بالمرصاد انا هوني هون انا راصد وقف شو هي الفكره خالي بده يكون قاعد على الكنباي انا بدي اوقف قدامه وبلحي وانت انا عم لحي انت بتروح عند باب الدار وبتفركه تمام تمام خالي خير يا طير شو بكم خالي انا عايزك بموضوع ضروري ضروري شو الموضوع ضروري تمام تعال نشوف شو الموضوع يلا نشوف شو الموضوع تعال سلطان تعال شايفك نعم شو خالي شو خالي ما فقر ما شايفك اقعد ولا لك اقعد قبالي ما تحرك شو خالي ايه؟ شو بدك؟ ايه؟ ما قلت اللي شو الموضوع بدك اياني وضروري اللهم صل انا خالي نسيت دقيقة لتذكر نسيت ما يلا معك انا قاعدين تذكر لشوف انت والله كسرك يا سيدة اصلا اشوف موضوع اخوك لك شبك إنه ساعة شو الموضوع أنا بعرف شو الموضوع أنا بعرف شو الموضوع بدك يا قاعدك تحكي لي قصص وحكاية من شان ذاك أخوك إذا ينهزم شو فاكرين حالكم شاطرين علي أنا وين جاي أنت على جبهات المكرسحين يا نفرجيكم أنا هلأ بدي أحكي لك موضوع ضروري كتير تمام؟ بدي عد لثلاثة إذا ما بدي شوفك قبالي هون بدي أحكي لك الموضوع عملي تمام؟ ما حكي واحد تعال وقت بدي لك يا حالو شاطرين بدي أحكي لي سيار بحكي سيار لبلد
يعني نتأخر الوقت، شوفي طريقة يعني خليني خلي روح فيها لعند رفقاتي. لقيته الله خالي من يوم يوم وبيحب المصاري، معي خل 50 ليرة خليني روح يرشي فيها. أهلا بخالي حبيبي. بلا حبيبي بلا بطيخ، قلت لك ما في روحة يعني ما في روحة. أنا أصلاً خالي بطلت روح، رفقاتي بطلوا، بس هيك بدي أحكي معك بموضوع. حاضر. تفضل شو هالموضوع؟ إيه شو بدك هلا شو؟ مش خالي مش. شو؟ بصير روح؟ هلا انا بتعيني يعني انا تعرف من زمان عملنا هالحركة إلى 3 ساعات بتقلبي يا لبنى حبيبي روح انبسط وتسلى. لا انا ما بناقش هيك بتعرف انا خالي حبيبي يلا حبيبي دير بالك على حالك وتأخر معلش روح طول شد ما بدك. مع السلامة. الله معك. هيك من الأول يعني نحن شعب ما بنجي غير شو بالرشوة بالعملة كل شي بصير.